شو عم تعملي؟ كيف بتتجرأي تلمسي صورة أنترا؟ أنت مجنونة شي؟ لا لا ما فيك يا عقل بنوب. لا تخاف إيجي، هاللوحة مزيفة. هاي اللوحة الأصلية، كنت عم ورجيك إنه مو بس أنت بيطلع بإيدك تأذي غيرك أو إنه تلعب بحياة واحد تاني، لأنه أي حدا ممكن يلعب بحياتك أو يأذيك يا إيجي. شو انتي مجنونة جدان؟ مزبوط انا جنيت، وقت عرفت انك شخص بيقدر يغير وشه، هلا انت اثبتت لي انه انت بوشين، ومو بس كبير العيلة، اثبتت انه انت اكتر حدا داهية كمان بكل هاي العيلة. انتي شو عم تقولي؟ كنت مفكرتك مغرور كتير بس كتير طيب، بس لا، انا ما تخيلت تعمل هيك شي بشع لتتزوجني. كيف ممكن هالشي؟ وما لقيت غير تتفق مع بارف لحتى تخدعني؟ بارف الشرطي؟ ليش ما قلت لي أكشات؟ إنه بارف فرد من أفراد العيلة، شو فكرت؟ إني ما رح أدرى بهالحكي؟ أنت أول شغلة أكدت لي إنك رح تساعد أختي ريفتي يا إيجي، ومن تاني طرف فوراً تآمرت مع بارف علي كرمال تخليني صير مرتك، صح؟ وكرمال هيك طلع رحلة. أنا بكره الناس يلي بيكونوا بوشي. صحيح عملت هيك لتتزوجني، بس عن قريب رح تترجاني لحتى تنهي كل اللي بيننا. أنا اسمي السيد أكشات جيندال، مالي بحاجة لأعمل كل هذا كرمال أحصل على العروس لإلي. مو بس أختك جدان، لو أي بنت بيكون في شخص تافه عم بيضايقها بهي الطريقة، وقتها بدي ساعدها من دون ما حتى فكر. وبالنسبة لزواجنا بتمنى منك بسرعة يا مدام جدان أكشات جيندال تشغلي عقلك اليوم منيح وتتذكري شو أنا قلت بهذا الموضوع. بظن إنه عافيتك من هذا الارتباط، مو هيك؟ الهرب الدائم من المشاكل ما له حل، بس إذا كان في شي بيناتنا لليوم، اليوم نهيت يلي بيننا. أنت وقتها وقعتي على هذا الاتفاق ووعدتيني إنك رح تعملي مثل ما بقلك، لهيك اليوم أنا بعفيك من هذا الاتفاق. أنا وياك كنا رح نتزوج وأنت هربتي من العرس، وبعد ما رجعتك من اللي كانوا خاطفينك تضربي شويتا لتتزوجيني، وأنا ما بعرف شي. أنا ما قلت شي وسكتت وتزوجت، مو أنا يلي خدعتك. جدان أصحك تقربي على صورة أنترا، وإياكي تلمسيها لمس حدا، لأنه وقتها رح صير فعلاً بوشين مثل ما أنت قلتي لي من شوي. لك شو قصتك انت؟ يلا خود ورجينا غير هالالوان هاي، ورجيني شي فرايحي مثل الازرق او الزهر، هاي الالوان غامقه كتير، خلينا نفرح حماتنا يلي مقضيتها زعل. لاكشمي فوق فوق، شوفي كيف جايه وهي مبينه متضايقه. قومي لشوف، قومي زعجيها وضايقيها شوي. هلا اترك كل شي هون، بس غير مره بتجيب معك شغلات احلى، فيك تروح. حاضر مدام. حماتي حماتي، خير شبك اليوم؟
أكيد ليلة امبارح ما نمتي ولا دقيقة. بين عليكي تعبانة كتير. خير شبك؟ طيب خير، تعي معي، طلعي. حضرنا لك كل هالسواري، وطالما انتي مو جايبة اي شي من بيت اهلك، وتقلنا نحنا يلي منجيب لك تياب جداد، واذا بدك نحنا مستعدين نعلمك كيف تلبسي. ها خلص بقى لاكشمي، ليش هذا الحكي؟ اذا حماتي ما عطتنا وقت لحتى نجهز حالنا، شلون اهلها بدهم يلحقوا؟ صعبة ما؟ خليكي منطقية لما بتقولي كلمتك. تعي لهون، يلا تعالي نقي لك شي ساري من اللي موجودين هون، اتفضلي نقي واحد منهم. دورغا، انت شو عم تقولي؟ حماتي، انا قصدي الا انه ليش حماتي لتختار واحد بس؟ بجوز هي بدها تنقي الكل، ما هيك؟ لانه اكيد هي اول مره بتشوف هيك تياب تقيله، مو؟ هلا فهمت عليكي. خلاص انت وياها عن جد مو معقول، اطلعي عليها، يعني انتم مو شايفين انه حماتكم مو رايقه لهالحكي هلا؟ هاد هو اللي عم نحاول نفهمه منها أكيد، إنه هي مانا رايقة لأنها تعبانة اليوم، ولا لأنها متقاتلة مع زوجها. طيب قولي حماتي، عادي إذا أنتم متقاتلين، لا تخجلي حماتي، أنا بقول إنه أنتي متضايقة منه لأنه أكيد ما قرب منك، صح؟ صحيح حكي، مو هيك؟ كأنك ما بتعرفي تقدري الأمور، ما هيك؟ اجي مسك ايدي فوق من هون، حتى مسكها بقوة، اتركي ايدي، وبعدين شدني وقربني منه كتير، حتى بعد هيك بتعرفي شو صار؟ طلع بعيوني بحب، وصار يحكي معي كلام حلو كتير كمان، وضل عم يطلع فيني ويحكي كلامه ويتغزل فيه، وبعدين ضمني بقوة كبيرة بهالطريقة، بعدين اجي تقرب مني أكتر وأكتر. لك خلاص تركيني، ما بدي أعرف، كنت عم أمزح معك. دورغا طلعي طلعي شو عم تعمل، هي أكيد جند على الآخر. وهلأ بما أنه عرفتوا كل يلي أنتوا بدكن تعرفوه، خلوني أختار. عن جد بالنسبة إلي كلهم عجبوني يا بنات، مشان هيك أنا بدي تنبعت كل هاي السواري على غرفتي دغري. الكل؟